تقلل من انه اصابه بفيروس كورونا يعني وانه تنتقل الفيروس منها يعني بوقايه بشكل عام. قعدنا بالبيوت لمده 5 شهور لحد هلا ولسه ما بنعرف اذا حنرجع الجامعه او لا، يعني وقفت الحياه بشكل عام. وكان في ناس يعني بدها تدخل وناس بعدين تطلع وتغير رأيها، وكان غير هيك الكورونا بشكل عام ما كان مأثر انه نطلع من البيوت وانه يعني مواصلات وهيك.